ده كده جزء بسيط من اللي احنا بنعيشه كل يوم. احنا كل يوم النفس عنده بيروح خالص، وبنضطر ان احنا نعلق له الجهاز ده. فطبعا بتاع الحساسية بننظم النفس. انا عاملة الفيديو ده قصير جدا جدا عشان تشوفوا بس، يعني تعيشوا معانا احنا عاملين ازاي. طبعا هو سخن وعاملين له برضو كمادات، ربنا يا رب يشفيه ويرفع عنه. كل يوم على نفس الوضع ده بيجي بالليل نفسه بيروح خالص وما بيقدرش يتنفس. دعوا يا جماعة ربنا يقومه بالسلامة يا رب، ويكفيه شر المرض ويقوم كده بالسلامة ان شاء الله. الناس اللي بتقول احنا عايزين مشاهدات، احنا يعني مش عارفة بصراحة اقول لكم ايه. احنا مش هنطلع نمثل ان احنا تعبانين ولا الكلام ده كله، احنا بس عايزين ربنا يقف معانا ويعدي الأزمة دي على خير، لأن الموضوع صعب جدا جدا جدا. بيقفل النفس خالص علشان نزلت عنده على الرئة الشمال، فقفل نفسه خالص مش عارف يتنفس. فإحنا بنعمل له كده إسعافات أولية، يعني ربنا يشفيه ويشفي كل مريض. ادعوله يا جماعة بالشفاء، لو فعلا بتحبوني ادعولي إن ربنا يشفيه ويقومه لينا بألف سلامة. أشوفكم على خير إن شاء الله.